أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. وقفتنا في هذا اليوم مع ثلاث آيات من سورة آل عمران، الآيات 44 و45 و46 من هذه السورة بعون الله تعالى. قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الكلام في هذه الآيات عن توظيف قصة مريم وحملها وولادتها لتكون مصدرا على أن القرآن هذا كلام الله تعالى، ثم الكلام بعد ذلك حول تبشير الملائكة لمريم أنها ستحمل بعيسى عليه السلام. الآية الأولى 44 قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الكلام في الآيات السابقة عن اصطفاء مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وقبلها على موضوع حمل يحيى وولاية يحيى عليه السلام. القصة كلها، قصة مريم وقصة يحيى وقصة عيسى عليه الصلاة والسلام، كلها توظفها هذه الآيات لتكون دليلا على أن هذا القرآن كلام الله تعالى، كلام الله عز وجل. ذلك من أنباء، اسم إشارة مذكر، والمشار إليه العرض السابق، الكلام السابق. ذلك الكلام وما فيه من تفاصيل هذه القصة هو من أنباء الغيب، أي أن هذا الأمر غيب ما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قومه، فمن أين له بهذه المعلومات الدقيقة وهذه التفاصيل؟ من أين له بهذا؟ إن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، الغيب هو كل ما غاب عنك أساسا، كل ما غاب عن عينيك أو عن حواسك فيسمى هذا غيب. والغيب هنا الذي لم يكن يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصص السابقين كلها، من قصة آدم حتى سيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام، كل هذه القصص تسمى من أنباء الغيب، من أخبار الغيب. وهذه إخبارنا الله سبحانه وتعالى، أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك. ولذلك ماذا قال؟ قال: نوحيه إليك. إثبات حقيقة الوحي، إثبات أن القرآن، أن سيدنا محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. نوحيه إليك. تلحظ معنا أخي الكريم أن القرآن حريص على توظيف القصص المفصل في القرآن لإثبات مصدر هذا القرآن في أكثر من آية، منها هذه الآية ومنها آيات أخرى. على سبيل المثال، لما القرآن تكلم عن قصة آدم عليه السلام مثلا في سورة الصاد، ماذا قال تعالى؟ قال: كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فأنا لم أعرف قصة آدم إلا من خلال الوحي. مثلا سيدنا نوح عليه السلام، القرآن ماذا قال؟ قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نفس الكلام، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وهكذا، فالقرآن إذن وظف الحديث المفصل
في القرآن عن قصصه لإثبات أن هذا القرآن إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وهنا نفس الشيء، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذه واحدة. الثانية، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه المعلومة لم تذكر في غير هذه الآية وفي غير هذه السورة، اختلاف العابدين في كفالة مريم رضي الله عنها، وهي المولودة الصغيرة لما أمها أنجبتها وقدمتها لهؤلاء في المعبد لتكون خادمة لهذا المعبد. فاختلف العابدون الصالحون من يتشرف بكفالتها، يتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى، وكلهم يريد أن يكفلها. ما هو الحل؟ الحل هو القرعة، إلقاء الأقلام. اقترعوا وألقوا أقلامهم، وخرج قلم زكريا كما في الآيات السابقة في قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فربنا أخرج قلم زكريا وكان هو الكفيل لها، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وما كنت لديهم، الخطاب سيدنا محمد عليه السلام قبل إيش يقول له؟ قال: نوحيه إليك، يخاطبه. الآن ربنا يقول له: وما كنت لديهم. لدى ظرف مكان، بمعنى أنت ما كنت عندهم، أنت ما كنت في المعبد، وما كنت حاضر هناك لما اختلفوا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، لاحظ الجملة الثانية في الآية، وما كنت لديهم إذ يختصمون. الاختصام، الاختصام نوعين، بمعنى الاختلاف، الاختلاف، اختلفوا على مسألة. النوع الأول اختصام بسبب الخلاف، بسبب اللي يؤدي إلى الكراهية والبغضاء. والنوع الثاني اختصام يقوم على الاختلاف في التنافس في الخير. إما اختصام سببه الاختلاف والكراهية والعداوة، وإما اختصام سببه التنافس في الخير، كهؤلاء جماعة عابدون. كم واحد كانوا؟ الله أعلم. عرفنا منهم النبي زكريا عليه السلام، عرفنا ذلك، كان مع عابدين آخرين، فكان اختصامهم اختلافا في من ينال هذا الشرف، يكفل هذه المولودة الصغيرة. فالاختصام في التنافس في الخير ربنا سمى اختصام. ما كنت لديهم إذ يختصمون. ما هو الحل؟ الحل عمل قرعة. كيف القرعة؟ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. إذ ظرف الزمان للماضي، اتفقوا فيما بينهم، وكان لعل زكريا هو النبي الوحيد بينهم، والآخرون كانوا عابدين لله تعالى. الحال نلقي الأقلام. القرآن ماذا قال؟ قال كلمة واحدة فقط، قال: إذ يلقون أقلامهم، فقط. أقلام جمع قلم، الذي يكتب به على الورقة. كان عندهم أقلام يستخدمونها في الكتابة، ومعنى هذا أن القوم كانوا كاتبين، كانوا يكتبون. يعني الواحد ما يكون معه قلم غير لما يكون كاتب، فمعهم أقلام يستخدمونها في الكتابة، يكتبون. فاتفقوا على أن يلقوا أقلامهم، فتم إلقاءها. فخرج قلم زكريا، فعرفوا أن زكريا هو المقصود، ربنا جعله هو الذي يكفلها وكفلها زكريا. هذا ما قال عنه القرآن: إذ يلقون أقلامهم. أقول إضافة إلى هذا، ليس عندنا حديث صحيح مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف معلومات جديدة على يلقون أقلامهم. طالما ما عندنا حديث مرفوع صحيح، فنبقى ضمن هذه الإشارة القرآنية السريعة، نقول فقط: اختلفوا واتفقوا على القرعة، ألقوا أقلامهم، وخرج قلم زكريا وكفلها زكريا.
هذا كل ما هنالك، لا نضيف على هذا أي كلام آخر، أي إضافة أخرى تكون إسرائيليات. كتب التفسير محشوة بالكلام الكثير حول هذه التفاصيل، لكن الكلام هذا لا نقول به شيئا، لا نرويه ولا نذكره، لا نفسر كلام الله تعالى بشيء لم يثبت ولم يصح. هذا أحبابنا الكرام منهجنا في فهم قصص القرآن، وركز على هذا حتى لا ينسى. إما آية صريحة الدلالة، لفظ قرآني صريح، أو حديث مرفوع للنبي عليه السلام صحيح، ما في لا آية ولا حديث نتوقف ونقول الله أعلم. هذا شيء. شيء آخر، هل هذه القصة الأقلام والقرعة وقلم زكريا وكفاءة مريم هل مذكورة في كتب العهد القديم؟ الجواب لا. لم تذكر في أسفار التوراة، لم تذكر في أسفار التوراة، ولم تذكر في الأناجيل العهد الجديد. اعمل مقارنة بين ما قاله القرآن حول نشأة مريم وما قيل في الأناجيل السابقة، ترى أن القرآن أتكلم عن أشياء لم ترد في الأناجيل ولا في التوراة. وهذه معلومة عجيبة، يعني الذين قرأوا في الأناجيل في العهد القديم نظروا في هذا، قالوا القرآن تفرد بذكر مشكلة الأقلام والقرآن. فمن أين لمحمد عليه السلام أنهم اتفقوا على إلقاء الأقلام ولم تكتب في الكتب السابقة؟ من أدراه بذلك؟ فتفرد القرآن بذكر هذه المعلومة دليل آخر على أن هذا القرآن كلام الله، وحي من الله عز وجل، ولم ينقله عليه السلام من الكتب السابقة. شيء آخر، ذكر هذه المعلومة في القرآن دليل على صحتها، لما ربنا قال يلقون أقلامهم، إذا الجماعة ألقوا أقلامهم فعلا، ذكرها القرآن. ثم شيء آخر، لم يعهد أن النصارى اعترضوا على الكلام الذي في القرآن، ما اعترضوا على هذا، ما أنكروا هذا، ما كذبوا هذا. وخاصة كما عرفنا إخواننا الكرام أن مقدمات آل عمران نازلة في الجدال الحاد الذي كان مع نصارى نجران، كانوا في المدينة عند النبي عليه السلام ويناقشونه ويناقشهم وكانوا يجادلونه. فلو أن المعلومة غير صحيحة يلقون أقلامهم لاعترضوا عليه، قالوا إيش محمد هذا، مين قال لك ألقوا أقلامهم، كلام مش صحيح. فسكوت نصارى نجران عن هذه المعلومة دل على صحتها، ما اعترضوا عليها. لاحظ معنا، فإن هنا القرآن منهج إخواننا الكرام، منهج القرآن في عرض القصص السابقة، إما أن يؤكد ما ورد في التوراة والإنجيل، قد يؤكد أحيانا، وإما أن يصوب ويصحح الأخطاء الموجودة في التوراة المحرفة، في أخطاء القرآن يصححها، وإما أن يضيف معلومات جديدة لم ترد في التوراة ولا في الإنجيل. وهذا كله دليل أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فلا تنسوا هذه الحقيقة. الآن الآيات تنتقل إلى الكلام على بشارة ثانية لمريم رضي الله عنها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، في كلام سابق في الدرس الماضي تكلمنا عنه، قوله تعالى قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين. الآن يا مريم إن الله يبشرك، تصور الآن في بشارة ثانية لمريم، بشارة سابقة الله اصطفاك، الآن بعد الاصطفاء اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
تم الأمر كله. الآن بشارة ثانية، إذ قالت الملائكة، وقلنا المراد به جبريل أمير الملائكة عليه السلام، وعبر عنه بالجمع تكريما له، تكريما له، وهو الذي خاطبها وخاطبته وتمثل لها بشرا سويا، وسيأتيها بعد ذلك لينفخ فيها بعيسى عليه السلام. فكم مرة ينزل لها جبريل، وكم مرة يخاطبها، وكم مرة يتمثل لها بشر سوي، هذه المرة الثانية، وهناك مرة ثالثة قادمة بعد ذلك. لاحظ معي، إذ قالت الملائكة يا مريم، النداء التحبب كما قلنا في الدرس الماضي، يا مريم، فيخاطبها باسمها تكريما لها ورفعة لمنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يبشرك، إيش قال لها في الآية السابقة؟ إن الله اصطفاك. الآن إيش قال لها؟ إن الله يبشرك، البشارة. وسمي هذا الحمل والولادة بشارة، مع أن مريم ستتفاجأ بعد ذلك، الآيات اللاحقة لما نوصلها إن شاء الله ستتفاجأ، ومع هذا اعتبر أن هذا الأمر بشارة. والبشارة هي الخبر السار السعيد المفلح والمفرح. يسمع خبر سار يفرح فيه يسمى بشارة. وقلنا هذا بشارة من باب انبساط أسارير الوجه، وجهه فتح ونور وأشرق بالسعادة لما يسمع الخبر السار. إذن هنا مريم تسمع الخبر هذا وتعلم أن لها المنزلة العظيمة عند الله تعالى. مريم ذكية، مش إنسانة عادية، عندها ذكاء. ترى تكريم الله لها من يوم ما ربنا جعلها عند زكريا، وجد عندها رزقة والخيرات متتابعة عليها، وهي ترى وتلحظ هذا، والآن جبريل يكلمها وتكلم وتفهم عليه. فمريم تعلم أن لها منزل عند الله تعالى، لكن إنها تخلف من غير زوج، هذه تفاجأت بذلك. لاحظ معي، إن الله يبشرك، أقول هنا ربنا اللي بشرها، إن الله يبشرك، تكفل بتبشيرها. وهذا فضل من الله تعالى عليها، أولا أن يتكرم الله بأن يبشرها كرما منه، هذا فضل منه عليها سبحانه وتعالى. اثنين، هذا بيان منزلتها العالية عنده سبحانه وتعالى، إنه هو الرب العظيم بعظمته يتكفل أن يبشرها. ومعنى هذا الأمر مهم، وهي مهمة، وتحمل من غير زوج مهم. فمن أهمية هذا أن ربنا نفسه يتكفل بالكلام عن هذا. وربنا ما بيتكلم عن أمور عظيمة عظيمة، لأنه هي خارقة عجيبة ستحصل لمريم. ليست البشارة يعني خاصة بمريم، أقول الله تعالى يكرم عباده الصالحين من غير الأنبياء كمريم، أن يبشرهم بشارات وأن يعطيهم إيحاءات، يعطيهم وحي. رأينا أم موسى لما ربنا أوحى إليها كيف تتصرف لما أنجبت موسى، على سبيل المثال، إذا أوحينا لأم موسى أن أرضعي، على سبيل المثال، إذا أوحينا لأمك ما يوحى. فربنا يوحي لها لأن لها منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، نتذكر هذا الحديث حقيقة، إنه رب العالمين يخبر سيدنا محمد عليه السلام ويبعث جبريل ليسلم على خديجة يبشرها. يقول جبريل عليه السلام، قول يا رسول الله، إن الله يقول لك أقرئ خديجة مني السلام. هذا الحديث العجيب، أقرئ خديجة مني السلام، وأخبرها أنه، أو بشرها أنه أعد لها قصرا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الحديث الصحيح، إن رب العالمين بعظمته
يتكفل أن يقرأ السلام على خديجة. إيش هالمنزلة هذه؟ إيش فضل خديجة عند الله تعالى؟ إنه ربنا يتكرم يقول له خديجة أنا بسلم عليها، منزلة عظيمة. إذا قلت لك إنه الشيخ الكبير الفلاني بيسلم عليك أنت تطير من الفرح، شيخ بيسلم عليك. فكيف سعادة خديجة لما ربنا قال لها إنه الله بيسلم على خديجة؟ كيف الآن منزلتها العالية، وكيف فرحها وسرورها عند الله سبحانه وتعالى، وبشرها أنه أعد لها قصب الجنة من قصب لؤلؤة لا صخب فيه ولا وصب ولا نصب ولا تعب. لماذا؟ تكريما لها على أنها صبرت وتحملت في سبيل الله سبحانه وتعالى. والصالحون في كل زمان ومكان حتى في أيامنا يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وربنا يثبتهم، وربنا يعطيهم إشارات خفية يفهمونها هم. ما في وحي؟ نعم ما في وحي بعد رسول الله، صحيح، لكن ربنا بيعطيهم إشارات، بيعطيهم تثبيتات، بيعطيهم من عنده فضل منه سبحانه وتعالى، لأنهم منزلة عالية وعظيمة عند الله عز وجل. يبشرك بكلمة منه، الآن كلام خطير جدا عن سيدنا عيسى، أرجو الانتباه والدقة، لاحظ الآية، بكلمة واحدة منه، اثنين اسمه المسيح عيسى ابن مريم، ثلاثة نقف أمامه. يبشرك بكلمة، الباء هذه تسمى باء الملابسة، الإلصاق، الإلصاق. إيش معنى هذا؟ أن البشارة بالكلمة، الكلمة ملازمة للبشارة غير منفصلة عنها، ملاصقة لها، ملابسة لها بكلمة. كلمة مؤنثة، عيسى كلمة الله، طيب عيسى روح الله، طيب كلام خطير. النصارى يقولون بهذا، يقول عيسى كلمة الله، عيسى روح الله، طيب أين الخطأ في كلامهم؟ تابع معنا لحظة بلحظة. كلمة هاي واحدة، اثنين منه، الضمير في منه يعود على الله، أي الكلمة من الله، الكلمة من الله. اسمه المؤنث الهاء، الضمير المتصل الهاء، اسمه، اسم من؟ اسم الكلمة، الكلمة مؤنثة، قال اسمه ولم يقل اسمها. قرآن معجز، قرآن عظيم. الكلمة مؤنثة، كان متوقع أن يقول اسمها المسيح، إيش اسمها المسيح؟ ما يضبط. فكيف الكلمة مؤنثة باللفظ، وكيف اسمه مذكر بالهاء؟ لأنه بعدها اسمه المسيح عيسى، إيش يقول اسمها المسيح عيسى؟ هذا غلط، ما يصلح. فكيف جمع القرآن المعجز بين الكلمة المؤنثة وأعاد عليها ضميرا مذكرا اسمه الهاء؟ لأنه لاحظ ما بعده عيسى، وعيسى مذكر. أقول لك أنت اسمك أحمد، قابلت رجلا اسمه أحمد، غلط، ما بيزبط، اسمه أحمد. تأمل معنا التفنن يا جماعة، القرآن يتفنن في كلامه وتعبيره. كلمة مؤنثة واسمه مذكر، لماذا قال اسمه ولم يكن اسمها؟ لم يلاحظ الكلمة، بل لاحظ عيسى اللي بعدها، والفكرة أصبحت واضحة الآن. الكلمة عيسى كلمة الله، عيسى كلمة من الله، عيسى روح الله، عيسى روح من الله. ما هو الصواب؟ القرآن. ربنا ماذا قال في سورة النساء؟ يوضح الكلام هنا، آخر سورة النساء، قال تعالى: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النصارى إيش بيقولوا؟ بيقولوا عيسى روح الله، وكفروا بذلك. المسلمون ماذا يقولون؟ عيسى روح من الله، وآمنوا بذلك. إيش الفرق؟ الفرق بعيد كما البعد بين السماء والأرض، بين ما تقول عيسى كلمة الله وعيسى روح من الله. وخطأ أن تقول عيسى روح الله، خطأ. لازم تحط من، وتقول عيسى روح من الله. تابع معنا. أما عيسى كلمة من الله، هذه من هنا حرف جر، كلمة منه، وهذه من ابتدائية. ومعنى ابتدائية أن الكلمة صادرة ابتداء من الله، صادرة ابتداء من الله، وحملها جبريل وظل نازل لما وصل مريم ونفخ فيها فحملت بعيسى. هذا معنى منه. قلنا أن الهاء في منه تعود على الله، فالكلمة هذه صدرت من عند الله. إذن عيسى كلمة من الله. طيب، وغير عيسى؟ كل المخلوقين يا نصارى علمهم، يا بابا روما علموا، كل المخلوقين مخلوقين بكلمة من الله وليس عيسى فقط. أنت يا بابا روما خلقت بكلمة من الله، وأنا وهو وهي وجميع المخلوقين خلقوا بكلمة من الله، وأبو البشر آدم أيضا خلق بكلمة من الله، من الله. ولذلك ماذا ربنا قال في آل عمران بعد كم آية؟ ماذا قال؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عن آدم مش عن عيسى، لاحظ. خلقه من تراب آدم ثم قال له كن فيكون. هذه الكلمة، الكلمة أحبابنا الكرام، هي الكلمة التكوينية التي خلق الله منها جميع الخلائق، جميع البشر، التكوينية. سورة ياسين ربنا ماذا قال؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له نقطتين كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. فكلمة خلق عيسى كلمة كن فيكون، وكلمة خلق آدم كن فيكون، وكلمة خلقك أنت في رحم أمك كن فيكون، وجميع المخلوقات كن فيكون. إيش معنى كن فيكون؟ خلق المخلوقات الكبيرة والصغيرة لا تتعب رب العالمين وحاشاه سبحانه وتعالى. أضخم المخلوقات يخلقها بكلمة كن، تتوجه إرادة الله تعالى الآمرة إلى إيجاد ذلك الشيء، سواء كان صغيرا جدا أو كبيرا جدا، في لحظة تتوجه إرادته له فيقول له كن، انتهى، فيكون ذلك الشيء كما أراد الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي. إذن هنا خلق عيسى بكلمة كن التكوينية، خلق آدم بكلمة كن التكوينية. ربنا أراد بحكمته أن يخلق آدم بكلمة كن التكوينية فخلقه بدون أب ولا أم، وربنا بحكمة أراد أن يخلق عيسى في رحم مريم بكلمة كن التكوينية من أم بدون أب فخلقه، وربنا خلق أراد أن يخلقك أنت في رحم أمك بكلمة كن التكوينية بعد ما تم الإخصاب، الإخصاب
حويل منوي مع بويضه، تم الاخصاب وتم التلقيح، والله خلق البويضه، والله خلق الحويل، والله خلق الرحم، والله خلق الاخصاب، والله خلق الزيكوت، وبعدين الله قال له كن مخلوقا فكان مخلوقا. فكل اذا لا تقول لي والله عيسى لحاله بس كلمه الله، انا كمان بكلمه من الله وانت بكلمه من الله. هذا المعنى دقيق يا اخواننا، حتى ترد على هؤلاء الامل التبس عليهم مش قادرين يستوعبوها جماعه البابا، مش قادرين يستوعبوها. وهنا قال بكلمه منه، لاحظ معي كن التكوينيه، هذه واحده. الثانيه روح منه، آية النساء حتى نفهمها. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله واحد، وكلمته ألقاها إلى مريم اثنين ثلاثة، وروح منه. تعال على كلمة روح منه، قلت لك النصارى يقولون عيسى روح الله وهم أخطأوا في ذلك. في الحقيقة عيسى ليس روح الله، إنما عيسى روح من الله. ما في شيء اسمه روح الله، ما فيش ما فيش. إنما كل المخلوقين اسمهم روح من الله، روح من الله. فالقرآن دقيق، شوف كيف الفرق، حرف الجر منها وروح منه. لما يقول لي روح الله معنى إنه الله وضع روحه في مريم، طلعت عيسى صار ابنه. لاحظ لما يقول لي نصراني انه عيسى روح الله، انه الله وضع روحه في مريم، حاشا، طلعت عيسى. لكن لما يقول لي روح منه فرق بعيد، انه ربنا خلق الروح، روح عيسى ربنا خلقها، وربنا امر جبريل يحملها. كيف خلقها وكيف جبريل حملها ما بهمني، غيبيه، قضيه غيبيه هذه. وربنا أمر جبريل ينفخ في مريم فنفخ فيها والروح دخلت في مريم، هذه الروح التي من الله. لما ربي قال لي روح منه زي ما قال هنا كلمة منه، من هذه أيضا ابتدائية، فهذه الروح من الله تعالى، ونفخت في مريم فخلق الله منها عيسى، فكانت روح عيسى في داخل مريم. ويستحيل أن تكون من تبعيضية، لاحظ أنا أطلت قليلا، قضية حساسة وشائكة تحتاج إلى بيان. روح منه، واحد نصراني بيقول لي صح أنا آمنت معك عيسى روح من الله، لكن هذه من تبعيضية. أعوذ بالله، شوف كيف حل مشكلات العقيدة العويصة من خلال القواعد. أنا أتمنى أن تتعلموا القواعد رقم واحد، كل مشكلاتكم احنا نعطيكم القواعد. روح منه، هل هذه من تبعيضية ولا بيانية؟ لاحظ روح منه، النصارى يقولون من تبعيضية، ونقول كفروا لأنما اعتبروها من تبعيضية. أنت عارف إيش معنى من تبعيضية؟ تحملني معلش، عارف شو معنى؟ معناها إنه الله له روح، الله له روح، وهذه الروح أخذها وقطع منها قطعة وقص منها شوية، وهاللي قصوا بعض منها دخلوا في مريم طلعت عيسى. هي معنى من تبعيضية، فروح الله مقصوص منها قطعة وداخلة في رحم مريم وطلعت عيسى. فكيف الله له روح، وكيف الروح هذه يقطع منها قطعة، وكيف تبعض بعضا، وكيف تكون عيسى؟ هذا كفر هذا. إنما لما أقول لك أنا روح منه بيانية، تبين أن هذه الروح التي نفخت في مريم هذه الروح إنما هي من عند الله. إيش معنى من عند الله؟ ربنا خلقها روح عيسى، ربنا خلقها وحملها لجبريل وجبريل نفخها في مريم، فهذه ابتداء من الله وبيانها أنها من عند الله تعالى. فالفرق بين الإيمان والكفر إنه من ابتدائية بيانية ولا تبعيضية، تصور بيانية ولا تبعيضية، أصبحت الفكرة الآن واضحة. طيب
يبشرك بكلمة منه. هات بعدها اسمه ايش؟ اسمه عد معايا: المسيح، عيسى، ابن مريم. مش واحد صار ثلاثة؟ ايه النصارى كده، وين هاي ثلاثة؟ اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ذكر اسمه، ركز على اسمه، ذكر اسما ووصفا ولقبا. شوف كيف الله، اسمه ضمير يعود على الكلمة المذكرة كما قلنا قبل قليل. المسيح هذا وصف، عيسى هذا اسم، ابن مريم هذا لقب. لماذا هذا التركيز على الثلاثة، الاسم والوصف واللقب؟ ليبين بشرية عيسى أنه بشر له اسم وله لقب وله وصف، إذا مش ابن الله. شوف كيف الدقة، لتعرف معنى أن كل كلمة مقصودة في القرآن ولها مهمتها ووظيفتها. بدأ بالمسيح بالوصف، أما اسمه فهو عيسى، الراجح أن عيسى، طبعا هم بيسموه يسوع، نحن نستخدم اسم القرآن ما نستخدم اسمهم هم. يسوع لا مش يسوع، هو عيسى وليس يسوع. عيسى اسم عالم أعجمي ليس له معنى بالعربية. إيش معنى عيسى لا نعرف، زي اسم مريم الله أعلم. أما اسم عيسى الله سماه. عجيب إخواننا إنه ربنا سمى يحيى وربنا سمى عيسى. إيش حكى زكريا؟ إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى، اسمه يحيى، وهنا اسمه المسيح عيسى بن مريم. فربنا اختار أن يسمي هذين النبيين الكريمين أولاد الخالات عليهما الصلاة والسلام. ثم قال المسيح، المسيح صفة مشبهة على وزن فعيل، هذا وصف، ذكر وصفه. المسيح بمعنى اسم الفاعل ماسح، ماسح. ووصف عيسى بأنه مسيح لأنه كان يمسح من المسح. إيش يمسح؟ يمسح على رأس المريض فيتعافى بإذن الله. كان يمرر يده على رأس المريض الأكمه والأبرص، تجينا بعدين آيات سيدنا عيسى، فيمسح بيده على رأس المريض يمررها فيمسح، فهو ماسح. لكن الصفة المشبهة مسيح أبلغ من ماسح، دلالة على المعنى. أيضا مسيح بمعنى اسم المفعول ممسوح، ممسوح. وعيسى كان ممسوحا، ومن الذي مسحه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والمراد المسح هنا البركة، البركة. وسيدنا عيسى كان مباركا، كان مباركا، فالله مسحه فجعله ممسوحا، أي جعله مباركا. الروعة وين والإعجاز؟ إنه أتى بكلمة مسيح صفة مشبهة عشان تضم معها اسم الفاعل واسم المفعول. شوف كيف الروعة؟ أين من يتدبرون القرآن؟ لاحظ، أول هو كان ممسوح بعدين صار مسيح. أول ربنا مسحه فكان ممسوحا، أي كان مباركا. لما ربنا أعطاه الآيات صار ماسحا يمسح على رأس المريض. فالمسيح بمعنى الماسح والممسوح. أن تأتي بصفة، كلمة واحدة صفة تدخل فيها اسم الفاعل واسم المفعول، هذا كلام لا يكون إلا في كتاب الله العظيم المعجز. لأنه وصفه أنه مسيح،
فقدم وصفه على اسمه المسيح عيسى ليبين عمله قبل أن يبين اسمه لما يصير نبي فيما بعد. طيب، اللقب ابن مريم، ابن مريم، ولماذا يركز على أمه؟ تكذيب آخر للذين يقولون عيسى ابن الله، تكذيب لهم. يقول هنا ذكر مريم لحكمتين، أمه لحكمتين. الحكمة الأولى ليكذب القائلين عيسى ابن الله فيقول لهم ويحكم أم بنتكم، تعرفونها عن يقين، أم مريم وأنتم تعرفونها، فكيف تقولوا عنه ابن الله وأمه موجودة وفلانة؟ هذه واحدة. الحكمة الثانية لأن الله الحكيم أراد أن يخلق عيسى في رحم أمه بدون أب، بدون نطفة، بدون زواج، ليكون هذا آية من آياته سبحانه وتعالى، آياته عز وجل. لاحظ ما هي معنى كلمة منه. ربنا المواليد العاديين الرجل بيعاشر المرأة، وربنا بكلمة منه يجعل الجنين في رحم الأم، كل المواليد هكذا إلا عيسى. عيسى رحمه موجود لكن بدون زواج، ربنا خلقه مباشرة فيها. إذا هنا قال ابن مريم لأن هنا مريم التي أنجبته ليس لها رجل شريك في إنجابه، ما لهاش زوج، فهو ابن مريم لوحدها مش ابن والدين، ما لهش اثنين إلا واحد بس أمه صديقة أو والدته، لكن ما له أب. إذا هذا تركيز آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه البشارة الآن لمريم رضي الله عنها. الآن أعطانا صفات لعيسى لما يكبر. عد معايا: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. كم صاروا؟ خمسة. الخمسة كلها أحوال، كل أعرابها حال. لاحظ معي، تحملني. وجيها حال في الدنيا والآخرة، اثنين من المقربين في محل نصب حال ومقربا، ثلاثة يكلم الناس في المهد حال، أربعة كهلا يكلمهم كهلا حال، خمسة من الصالحين حال. يا سلام، أن تأتي خمس أحوال وراء بعض جنب بعضها، هذا كلام لا يكون إلا في القرآن المعجز فقط. تضع لي خمس أحوال بجنب بعضها بدون فاصل بينها، ورائعة ومتناسبة ومترابطة، لكن كل واحدة غير الثانية. وجيها حال مفرد منصوب، من المقربين شبه جملة جار ومجرور، يكلم الناس جملة فعلية حال، واحدة حال مفرد، الثانية شبه جملة، الثالث جملة فعلية. شتى تفنن هذا. أنا أريد أن أضع أيديكم على التفنن القرآني العجيب. لاحظوا معي: وجيها من الوجاهة، وكل نبي وجيه في قومه ووجيه عند الله تعالى، لكن عيسى له وجاهة خاصة. وجاهة عيسى أنه المولود الوحيد في رحم مريم بدون أب، هذه وجاهة، فهو انعكاس لآية عظيمة من آيات الله تعالى. في الدنيا كان رسولا نبيا عليه السلام، وفي الآخرة سيكون من أولي العزم من الرسل مقربا عند الله سبحانه وتعالى. الحال الثاني: ومن المقربين، عشان أنا اقتركنا عشان نكمل ثلاث آيات ما نأخرهم، أن المقربين عند الله تعالى كل نبي وجيه عند الله، اثنين كل نبي مقرب عند الله تعالى. إذا ربنا ماذا ربنا حكى عن السابقين؟ قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. المقربون، إذا كان الصالحون سابقون مقربين
أنبياءهم من باب أولى قادة هؤلاء المقربين، من المقربين يعني من هنا تبعيضية، يعني هذا واحد من الأنبياء المقربين من أولي العزم من الرسل. أفضل الأنبياء حقيقة ورسلهم خمسة أولي العزم: نوح، إبراهيم، موسى وعيسى، وأفضلهم حبيبنا محمد عليهم الصلاة والسلام. ثلاثة ويكلم الناس، لسه بعدها ما حملت بعيسى، هي بشرى لسه. وعبر بالفعل المضارع الكائن فيما بعد سيكون، قال ويكلم، أي سيكلم الناس في حالتين. الحالة الأولى يكلم الناس في المهد بعد ما أمه أنجبته، والحالة الثانية يكلم الناس كهلا. آية سورة مريم لما أنجبت عيسى بعد دقائق قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني، وعلمها كيف تتصرف. فناداها من تحتها، وقال بعضهم: جبريل، ايش وده جبريل تحتها انت يا محترم؟ هذا ابنها عيسى. تصور مولود مضى على ولادته 5 دقائق، قول لها: ماما لا تخافي ولا تحزني. كيف شعور ماما الان لما سمعت صوته؟ وكيف انسها؟ لاحظ معي، هذا في المهد. بعدين لما حملته على حضنها الى قومها قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية، كان في المهد صبية. قال: إني عبد الله. معجزات يا إخواننا الكرام، كل ما يتعلق بعيسى معجزات، من يوم حمله حتى وفاته عند قيام الساعة كلها معجزات.